إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أنعم علينا بنعم لا تحد ولا تعد، ومن أعظم نعمه التي امتن بها علينا نعمة هذا الدين الذي أسأل الله أن يثبتنا عليه ما حيينا. نحمده على آلائه وفضائله وإحسانه وفيضه وكرمه، نحمده على الإسلام والقرآن والإيمان، نحمده إذ بعث إلينا خير الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشكلات من الحياة، وعبر هذه القناة الطيبة المباركة قناة اقرأ. عائشة رضي الله تعالى عنها تعجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إني أراك تكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك، على دينك وطاعتك. فيرد عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا عائشة، إن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن، فإذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه. فبادئ ذي بدء نتوجه إلى الله سائلين، متذللين، خاشعين، خاضعين لأمر ربنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والمسلم يجب عليه نتيجة لما قد يمر عليه في حياته من العوارض المختلفة والأسباب المتعددة وهوى النفس والذلة أمام أطباع النفس، قد يرد عليه أشياء يخشى من ورودها عليه إن لم يتنبه لنفسه أن تكون محط هلكته. ولهذا على المسلم دائما أن يتفقد قلبه. هل قلبك يا أخي، هل قلبك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة قد خضع لمولاه واعتمد عليه وتوكل عليه وأناب إلى الله وذلت جوارحه وانكسر أمام ربه؟ هل أخلصت في هذا القلب بالتوكل والإنابة والخشوع والخشية والخضوع لرب الأرباب؟ هذا القلب هل سرى إليه من محبوبات الدنيا التي لا يحبها الله من الشهوات العارضة ما يمكن أن يكدر عليك قيمة هذه الجوهرة العظيمة وهي إخلاص المحبة لله عز وجل؟ انظر إلى كسبك يا عبد الله، تفقد نفسك في كسبك. كيف كسبك؟ كسبك حلال؟ أنت الذي تكد على طاعة الله؟ اسأل نفسك في العمل، هل العلاقة بينك وبينهم علاقة يقودها الإيمان والطهر والصفاء والمحبة في الله والعمل الصالح والتعاون على التقوى، أم أن المسألة فيها أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ انظر كذلك إلى غيرتك على دينك وحبك للمسلمين والحرص على أن تكون سببا في دلالتهم إلى الله عز وجل. إذن يجب علينا أن نتفقد أعمالنا، نتفقد قلوبنا، نتفقد كسبنا، نتفقد سمعنا، نتفقد بصرنا،
لتفقد اهتماماتنا، لتفقد كل جانب من جوانب حياتنا. فإن كانت في مرضاة الله فامضي ولا تلتفت وتوكل على الحي القيوم، وإن كان منها شيء مبني إما على محبة غير الله أو على الذلة والانكسار لغير الله أو لهوى ومطمع تريده في الحياة فتفقد نفسك يا أخي. عينك التي تسرحها يمينا ويسارا عليك أن تتفقدها، تفقد كل جزء من أجزاء جسمك، لأن كل جارحة من جوارحك محاسبة، محاسبة، أنت محاسب يوم القيامة على كل هذه الجوارح، على كل هذه الأعضاء، على كل هذه العطايا من الله التي أمرك ربك عز وجل أن تستثمرها في طاعته وفيما أباح الله. إذا أنت فعلت ذلك فقد حميت قلبك. ثم بعد ذلك اعلم أن من المعينات على الثبات على الحق تلاوتك لكتاب الله، أداؤك للصلاة في أوقاتها، وخاصة صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر عنوان الحماية الربانية، عنوان الرعاية الإلهية. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله أخي، في حراسة ربك إلى أن يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يصبح. كثرة ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، هل نحن خصصنا لأنفسنا وقتا نقرأ فيه كلام الله عز وجل؟ هل عندنا أوراد شرعية صباحا ومساء نقولها حتى ندخل في حصون الله التي من دخلها كان من الآمنين؟ أم أن القضية لا، أنا أعتد بنفسي وبقوتي وبنشاطي وبحويتي؟ والله إنك ضعيف، والله إنك لضعيف، بدون ربك أنت ضعيف، بدون قوة ربك التي تحميك أنت ضعيف. فالحقيقة هي شعار المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. على أي حال، للحديث بقية إن شاء الله، والآن إلى أسئلة إخواني. نعم يا أخي الكريم. أم معاذ من ليبيا، تفضلي يا أم معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، تفضلي. يا شيخ، عندي أول حاجة سؤال، عندي مشكلتي في صلاة الفجر. أيوة. فنبيك تنصحني كيف أني انقطع الخط، ولكننا سمعنا سؤالها. حسن من الجزائر، تفضل يا حسن من الجزائر. يا شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال، في سنة 1983 نعم دخلت إلى المستشفى. أيوة. وفي شهر رمضان ولم أصوم. كم يوما أفطرت؟ 25 يوم. 25 يوم، نعم. ذكرني بديت نصوم، أريد منك يعني كم أخرج الفتوى على في هذا لكل يوم. أبشر إن شاء الله. ولكن من عام 83، هل مر عليك زمن، ونحن الآن في عام 2021، هل مر عليك وقت استطعت فيه أن تصوم ولم تصم، ولا تواصل معك التعب والمرض؟ لا لا، لم يصبني لأي تعب ولا هذا. طيب، كنت في صحة ممتعة، لكن استهزاء برك من إلى يومنا هذا. طب خير، استهزاء برك. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي حسن، إن شاء الله. إقبال من العراق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، سؤال واحد بس إذا ممكن. تفضلي. أنا نذرت نذر ذبيحة، يعني كانت عندي حالة والحمد لله والشكر، فيصير أنطي فلوس مكانها، مكان الذبيحة؟ طيب، أشو إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
محمد من مصر. تفضل أخي محمد من مصر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه سؤال بعد إذنك. تفضل. أنا لي 5 أولاد. نعم. 2 أولاد و3 بنات. ما عملتش لهم عقيقة خالص لأي حد منهم. فممكن أجمعهم كلهم في عقيقة واحدة؟ يعني مثلا أجيب مثلا زي بقرة كده وأذبحها، ولا لازما لكل واحد لوحده؟ طيب. وطريقة عملها يا شيخ بارك الله فيك. طيب هل اللحمة تتوزع كده نية أو تتسوى أو أي؟ طيب أو طريقتها بالضبط. أبشر يا حبيبي. جزاك الله خير. طيب أحبابي وإخوتي، أستعين بالله عز وجل وأتوكل عليه، ونبدأ الإجابة بإذن الله. ونبدأ بأخرى أم معاذ من ليبيا، تقول مشكلتها أنها لا تستطيع أن تقوم لصلاة الفجر، أو أنها لا تقوم أو إلى آخره. هي تتحدث عن موضوع صلاة الفجر، وإن كان قد انقطع سؤالها لم تكمله، لكن المحصلة أنها تتحدث عن صلاة الفجر. يا إخوتي وأحبابي، الصلاة هي عمود هذا الدين، من حافظ عليها حفظه الله، من تساهل فيها هان في عين الله عز وجل. الصلاة هي الصلة التي بيننا وبين الله، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. الصلاة عمود هذا الدين، إذا سقط العمود سقط البناء. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة الصلاة يا عباد الله، هذه الكلمات هي آخر ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى، إلى ربه. الصلاة الصلاة، هذا الكلام لكي يتعلم المسلم أن الصلة الحقيقية بينه وبين دينه إنما مفتاحها مكانها لبها عظمتها بعد الشهادتين هي الصلاة. وأول أركان هذه الصلاة صلاة الفجر، وصلاة الفجر هي مفتاح كل خير، مفتاح لك في الرزق، مفتاح لك في السعادة، مفتاح لك في صحتك. فإن وقت الفجر يزيد غاز اليود، وهو سر من أسرار كمال صحة الإنسان ونقاء نفسه وقوة قلبه وخروجه مما يقع فيه بعض الأمراض. يعني بالدراسات العلمية تبين أن من أعظم أسباب الوقاية من الجلطات الجلطة القلبية، يعني هذه الجلطات التي تأتي، من أعظمها القيام لصلاة الفجر. على أي حال، فلا بد لنا من أن نحافظ عليها. أما كيف أستطيع أن أحافظ عليها؟ فبعدة أسباب. السبب الأول، وقد تعجبون، أن تصلي إن كنت رجلا، أن تصلي صلاة العشاء في جماعة. فإن الحسنة تقول أختي أختي، كما أن السيئة تقول أختي أختي، الحسنة تقول أختي أختي. هذه واحدة. الأمر الثاني، أن توتر قبل أن تنام، أن توتر قبل أن تنام، أو إن كنت قادرا أن تقوم في آخر الليل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الأمر الثالث، يا أخي أن ننام مبكرين، هذا بلاء جرى على الناس أخيرا. هؤلاء الذين قلبوا ليلهم نهارا ونهارهم ليلا، أساءوا إلى أنفسهم. يعني الساعة، ما يسميه العلماء الساعة البيولوجية في جسم الإنسان، أن الله عز وجل قد خلقك لكي تنام في الليل، وجعلنا الليل سباتا والنهار معاشا. النهار لكسب الرزق، والليل من أجل أن تستريح، تعبي هذه البطارية من جديد، يعود لك نشاطك. والعلماء المتخصصون في هذا الباب يقولون النوم ساعتين قبل منتصف الليل يعادل ساعة قبل منتصف الليل يعادل ساعتين بعد منتصف الليل، وساعتين بعد منتصف الليل تعادل ساعتين في النهار. فكيف بمن ينام في النهار ويترك النوم في الليل؟ ما من شك أن هذا بلاء بلى الناس به أنفسهم
في سهرهم الطويل الذي قضوا فيه على صحتهم على قدراتهم على نشاطهم. الله المستعان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يكرمهم بالقيام لصلاة الفجر، وبعدين اعمل لك بعض المنبهات كالساعة، التليفون، صديق قريب يكلمك يعينك، وتعاونوا في ذلك على الخير ما أمكنكم. أخي الكريم حسن من الجزائر يقول في عام 83 و900 و1000 دخل المستشفى وأفطر 25 يوما، فماذا عليه؟ بارك الله فيك، ما دمت تقول لي بأنك سليم صحيح فإذا يجب عليك أن تقضي هذه الأيام 25 يوم، يجب أن تقضيها ومع كل يوم تطعم مسكينا، وجبة تعطيها لمسكين يأكلها حتى يشبع. ما استطعت أن ليس من السهولة عليك أن تعطيه وجبة، بإمكانك أن تعطي بعض المؤسسات المتخصصة في إطعام الفقراء ليتولوا عنك إطعام 25 مسكينا. فإن لم تجد لا هذه ولا أنت قدرت أن تطعم، ادفع نقودا لا بأس للفقراء بما يكفي لوجبة متوسطة، ليست من الوجبات الغالية جدا ولا من الرخيصة جدا، المتوسطة التي تشبع فقيرا بطعام طيب. فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي هأنذا أعود إليكم. معنا الأخت إقبال من العراق، تقول نذرت ذبيحة فهل أعطي بدلها نقودا فلوس؟ نقول لها لا، من نذر أن يطع الله فليطعه، وأنت نذرت ذبيحة، ذبيحة شاة أو خروف، ماذا ما نذرت يجب أن، إلا في حالة واحدة، إذا كنت قد وكلت بالفلوس من يذبح عنك هذا النذر فلا بأس به، لا بأس أن إما أن تذبحي تتولي أنت الإشراف عليه، ولازم تذبحي بيدك يعني تتولي الإشراف عليه، أو أن توكلي واحد من أقاربك في قرية أخرى في حي آخر في مكان آخر وتقولي أوكله لكي يذبح عني هذا النذر، لا بأس. المهم ما دمت قد نذرت أن تذبحي خروفا أو شاة أو إلى آخره يجب الوفاء بالنذر. يقول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطع الله فليطعه، ويقول الله عز وجل في وصف أهل الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أخي محمد من مصر يقول لي 3 أولاد وبنات كلهم لم أذبح عنهم العقيقة، فهل يمكن أن أجمعهم جميعا في عقيقة واحدة وأن أذبح عنهم عجلا؟ لا يا أخي الكريم، حتى لو ذبحت عجل، معنى العجل يجزئ في الحج، والحج من أجل أن 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 أن, أن يكون نسكا تقدمه عن 7، نعم، لكن بالنسبة لي العقيقة هي فداء نفس، وهذا الفداء لابد أن يكون له ذبيحة مستقلة، عن الولد الذكري عنه 2 من الشياة، وعن الأنثى 1، هكذا عن كل واحد من أولادك للذكر تذبح 2 والأنثى تذبح عنها 1. هل لها وقت؟ ليس لها وقت، المفروض أنها تكون في اليوم 7، فإن لم يستطع الإنسان ففي اليوم 14، فإن لم يستطع ففي اليوم 21، فإن لم يستطع ففي أي يوم من أيام السنة، بل في أيام العمر، يستعين بالله ويؤدي هذه السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه. أبو أحمد من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا يا أبا أحمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. آمين وفيكم يا أخي، تفضل. تحيتنا إلى كل أهلنا في السعودية. بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. تفضل. عندي سؤال يا شيخ، عندي أنا مقيم بفرنسا وأولادي مزدادون بفرنسا،
وحاملين الجنسية الفرنسية. الزوجة حابة تعمل الجنسية الفرنسية، وكاين مشايخ اللي يقول لك حرام التجنس. طيب نريد استاذي فتواك، وإحنا ما نشك في فتواك إن شاء الله. الله المستعان، نسأل الله العون والتوفيق. بارك الله فيك يا شيخ. شكرا يا أبا أحمد، بارك الله فيك. نعم، إبراهيم من لبنان، تفضل أخي إبراهيم من لبنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي في عندي سؤال إذا سمحت. تفضل. أنا مدين الشخص فلوس سورية دولار، يعني 800 دولار. ومعي 25 غرام ذهب، يطلع عليهم زكاة؟ أنت أعطيت رجل 100 دولار وكم؟ 1800 دولار. 1800 دولار. أيوة. وذهب كم؟ 25 غرام. 25 غرام. أعطيته له سلف؟ سلف دين، إيه صار له سنة ونص سنتين تقريبا. فهل عليه زكاة؟ أبشر يا حبيبي، إن شاء الله تسمع الإجابة. شكرا لك شيخنا. إيمان من السعودية، مرحبا بإيمان وبالسعودية. تفضل يا إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا سؤالي بس، الوالد عندنا مدخن، ويعني وهذا بيصعب علينا بره وزيارته وكذا وصلة الرحم، فإيش تنصحنا يا شيخ؟ الوالد مدخن، ايش قلتي بعد كلمة مدخن؟ ايه يعني يصعب علينا الجلوس معه وبره وصلته وكذا، فايش تنصحنا يا شيخ؟ طيب انتبهي يا إيمان، أرجوك أن تنتظري الإجابة على السؤال. طيب نورة من المغرب، انقطع. طيب نعود إلى أخينا، إلى أبي أحمد من فرنسا، يقول أنا مقيم في فرنسا وأولادي يحملون الجنسية الفرنسية، وزوجتي تريد أن تأخذ الجنسية الفرنسية معي ومع أولادي ومع أولادها، وهناك من يقول لها لا تأخذ الجنسية. هذا الذي يقول لك لا تأخذ الجنسية يحتاج أن يتفقه أكثر وأن يتعلم أكثر وأن يفرق بين الشكل والمضمون، أن يفرق بين الولاء الديني والولاء بمعنى حسن التعامل وحسن والصدق في التعامل. الولاء القلبي الديني هذا لله عز وجل، أما ما عدا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي عرف عنه أنه كان عنده جيران من أهل الكتاب، مات ودرع عمر هن عند يهودي في 30 صاعا من الشعير. لا يؤاخذكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين. أي نعم، يعني الغير المسلم من المعاهدين والذميين العلاقة بيننا وبينهم علاقة فيها تعايش، فيها تعامل، فيها حسن جوار، حتى قال الله والجار ذي القربى والجار الجنب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فأبدا على أي حال، حتى لا أطيل عليك أخيك وعلى زوجتك، إن استطاعت أن تأخذ الجنسية الفرنسية فلتأخذها، وفقكم الله. إبراهيم من لبنان يقول أعطيت رجلا 1800 دولار، 25 غرام من الذهب سلفة، فهل علي زكاة؟ لا زكاة عليك إلا إذا استلمتها. يعني هذا 1800 دولار لا زكاة عليك إلا إذا استلمتها، تزكيها مرة واحدة. لكن انتبه معي، هناك أناس يعني سلفت 1800 دولار ولكنه مليء وباذل، مليء وباذل، يعني عنده وفرة في المال وليس مماطلا. أول ما تطلب منه تقول يا أخي
الألف والثمانمائة التي عندك ارسلها لي وتفضل بعد قليل هي في حسابك. إذن هو مليء وباذل، هذا مثله مثل البنك، تستطيع أن تأخذ نقودك منه في أي لحظة تريدها. فإن كان من أقرضته مليء وباذل عنده قدرة على أن يعطيك في أي ساعة من العام، هذا لازم تزكيها لأنها هي كالتي في جيبك تماما. الذي في جيبك مثلها مثل الذي عند المليء، يعني الذي عنده مال وباذل، يعني يستطيع أنك تأخذ مالك منه بسهولة، هذا لازم تزكيها. طيب، أما إذا كان من أعطيته مماطلا أو ليس عنده مال، أو بينك وبينه وقت للأداء معين، أو بينك وبينه قرابة أو صداقة تمنعك من أن تطلب حقك، فنقول إذا استلمته زكه مرة واحدة حتى ولو مكث عنده 5 سنين. الأخت إيمان من السعودية تقول: والدنا مدخن ويصعب علينا يعني القيام بحقه. سبحان الله سبحان الله يا أختي، مدخن صح، لكن من أسباب استمراري في التدخين أنتم. لو كان عندكم صدق في البر، لو كان عندكم صدق في التعامل معه، لو كان عندكم صدق في الحرص عليه، لبذلتم من الأسباب والوسائل ما يجعلكم تتركونه، ما يجعله يترك هذا التدخين. أن بعض الناس يتعلق بشيء من أخطاء بعض الأقارب ليجد لنفسه مبررا شيطانيا، مبررا شيطانيا يتعلق به، وهو سبب سهل خفيف. التدخين بلا شك أنه خطأ، أنه ضار، أنه عندي حرام، لكن البر أعظم وأكبر. إذا أنت قطعته من أجل أنه يدخن فقد أسأت إليه من جهتين، تركت طاعته وبره، وتسببت في استمراره في تدخينه. نعم، كم من بنت كانت سببا لدلالة أبيها وأمها إلى الله، كم من ولد كان سببا لدلالة أبيه وأمه إلى الله، كم من ولد كان سببا لتعديل إخواني وأخواتي وأمي وأبي في دلالتهم إلى الله. أما من يتعلق بالمعاذير، هذا يسمى سول لهم الشيطان وأملالهم، وسوسة الشيطان وإملاءاته، والله ما دام إنه يفعل كذا إذا ليس، لا لا، يجب عليكم أن تبروه. يا إخوتي يا أحبابي، عندما يعصي الإنسان ربه بالشرك، الشرك أعظم ذنب على الإطلاق بيننا بين الناس وبين الله هو الشرك. ومع ذلك قال الله، يعني يقول: وإن جاهداك على أن وإن نعم يعني إن أمراك بأن تعصي ربك فلا تعطي، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع أنهم مشركين، تصوروا أب يكون عابدا للصنم وهي أعظم وأقبح ذنب، أم عابدة للصنم وهو أعظم شرك وأعظم ذنب، ومع ذلك أمر الله المسلم أن يحسن إلى أبيه وإلى أمه. إيه نعم، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحسن إلى أبوينا وأن نقدم لهم من النصح والتوجيه ما يمكن أن نكمل فيهما ما نقص. هذا إذا كنا نريد القرب من الله، أما إذا كنا نريد أن يضحك علينا الشيطان ببعض الأسباب، فالشيطان حي ما مات
وهو حريص على إيقاع الناس في الجرائم. أم عمرو من مصر، تفضل يا أم عمرو. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا أحفادي وأنا بصلي ندموا علي وأرد عليهم كده لا إرادي كده من غير ما أحس، وبعد كده بعد ما أرد عليهم يجوا يقعدوا على رجلي، فهل أنا كده رد عليهم ده بيبطل الصلاة؟ تردي عليهم كلاما يعني ينده علي، ينده علي أنا عايز أعرفه أنا فين فأروح رد عليه. تردي علي تقولي أنا أصلي، أو تقولي له أنا في الغرفة الفلانية. أيوة أقول له أيوة أديني أديني. لا قلت لا بالله. طب خلاص يا أم عمرو، ما حنتظر إلى أن يصل دورك في الإجابة، من الآن فصاعدا. لا يجوز للمصلي أن يقول أي كلمة، حتى بعض العلماء قال لو نطق بحرفين بطلت صلاته إطلاقا، إن في الصلاة لشغلا. إذا كبرت وقلت الله أكبر فقد أحرمت، كأنما دخلت في زي الإحرام الحج خلاص، والإحرام يعني كأنما حرمت على نفسك كل شيء ما عدا أفعال الصلاة وأقوالها. ما تقولينه من القراءة ومن الذكر ومن التسبيح ومن الدعاء، الصلاة نعم. وأما إذا قلت لهم أيوة أو أنا في المكان الفلاني أو أنا في كذا، فقد بطلت صلاتك يا أم عمرو، علينا أن نتقي الله. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. أم محمد من الجزائر، تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا يا عندي والدة كبيرة في السن وهي بتشد يعني كثير المناسبات، مثلا في 12 يوم من جانفي. انقطع الخط ولم نسمع سؤال أختنا أم محمد، وبانقطاع الخط وانقطاع سؤالها نأتي إلى الفاصل إن شاء الله. بعد الفاصل أراكم إن شاء الله. أحبابنا هذا أعود إليكم، أنا فقط أريد أن أزيد أم عمرو وفقها الله وبارك فيها على ما قلت لها، أنه لا يجوز مطلقا أن يتكلم المصلي بأي كلام في ألفاظه ما عدا قراءته وتسبيحه وأعمال الصلاة. طب إذا اضطر الإنسان إلى واحد ناداك وخشيت عليه أو يعني لزمك أمر، فعليك بالتصفيق، صفقي فقط، أما ما عداه فلا يجوز. بارك الله فيك. نعم. أبو الأسعد من ليبيا، تفضل يا أبا الأسعد. تفضل. السلام عليكم سيد الشيخ، شنو حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضل يا أبا الأسعد. سيد الوالدة عندي عمرها 84 عام. طيب الله يطيل في عمرها على الطاعة، 84 عام نعم. ودائرة عمليات، عاملة عمليات على الركبتين والمفصل، وعندها عمليه على المفصل الفوق. طيب نعم ايوه. فاللي نبي نسالك عن اي نعم يا هي الله. دائما تبي تتوضا على طول، تبي تدخل لدوره المياه وتتوضا، وتبي يعني احنا خايفين عليها تطيح تنكسر او حاجه يعني. أبشر يا أبا الأسعد، وإن كان الهاتف ضعف لكن السؤال واضح. أبو بكر من فرنسا، مرحبا يا أبا بكر من فرنسا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ اللهم لك الحمد، أشكر الله. آمين. عايش. أنا عندي سؤال، نخدم في شركة بتاع بناء، دخلت نسيبي يخدم معايا في شركة
وهو عنده معناته يخدم في الماسونري معناته في البانتشور وفي كل شيء. حبيت نعرف وكل كي نعطيه الخدمة ناخذ عنده 10%. تقول أنت يعني بنفسك أنت حبيبي أبو بكر أنت تخدم في شركة بناء تمام؟ نعم. ماذا تريد أن تعمل؟ دخلت أني نعطي في الخدم ودخلت في الشركة دخلت تنسيبي يخدم معايا أدخلت وكل الخدمة نعطي فيه أدخلت يعطيني في 10% على السوم متاع الخدمة لأنك حلال ولا يعني ولا لا. أدخلت رجلا معك في هذه الخدمة على أن يعطيك 10% ووافق على نعم. أن يعطيك هذا نعم يعني هل هو حلال أو حرام والخدمة في هذه الشركة يجوز في نظام الشركة هذا العمل أم أنه من وراء الشركة لا هو هم عارفين معناته المسؤول انت الشركة عارفين هذا في نظامها المعرفة لا يكفي لا تكفي المعرفة وإنما الذي يكفي هو هل نظام الشركة يجيز لمن أتى بعامل جديد أن يقول له أنا سأدخلك في هذه الشركة على أن تعطيني كذا ما أظن ذلك لا ما هو في نظام الشركة لا هو الباترون نتاع الشركة يعرف هو هذا شيء شوف يا أخي أنا الخدمة في أي البناء هو يعطيني معناته مثال في 100 أورو ولا 200 أورو يعطيني في 10% على 200 أورو ولا هل هو يجوز ولا طب أنا أجيبك إن شاء الله أجيبك يا أبا بكر إن شاء الله أم محمد من السعودية حفظ الله السعودية وأهلها نعم تفضل وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين نعم يا أم محمد عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزيك بالخير يا شيخ آمين يا رب اللهم آمين أنا عندي سؤالين تفضل السؤال الأول يا أم محمد السؤال الأول أنا عندي جوز بنتي مات أبونا لو دحين لو بلكن تقمير اجتماع في رمضان مع العزمة ولا جانا ولا عزانا ولا خلى بنتي تيجي عندي بعد 9 أيام وأنا دحين أنا غلب وما أنا عارفة أبا أروح من بنتي بس إن نفسي قلبي واقف من جوز بنتي ولا جاء اعتذر لي ولا جاء حاجة إيش حكمه أبشري إن شاء الله تسمع الجواب يا أم محمد السؤال الثاني بناتي متجوزين رجال وعندهم أولاد يا ترى يجوز إن أنا أكشف عليهم على أبناء بناتك لا بنات الرجال اللي بناتي متجوزين الرجال وعندهم أولاد اللي مطلقين أمهم واللي أمه ماتت يعني دخلوا بناتي هم على بذور صغار الحين كبر الشباب البذور الصغار كبر يجوز إن أنا أكشف على دول الأولاد طيب خير إن شاء الله أبشري يا أم محمد أبو محمد من السودان طيب أبدأ الحقيقة بأخينا أبو بكر من فرنسا يقول في سؤاله أنا أشتغل في شركة بناء وآتي بواحد أدخله معي في الشركة ولكن أطلب منه أن يعطيني في كل ما يكسب 10% أو 20% إلى آخره طب يا أخي الكريم هل نظام الشركة يجيز ذلك؟ هل نظام الشركة يجيز؟ هل أدخلته الشركة مثلك ليكون عاملا في هذه الشركة بعقد معين؟ أما لو كنت قمت بوساطة بين الشركة في نظامها المعتمد تقول الشركة من أتانا بعامل جديد يشتغل معنا في هذا العمل فنحن مستعدون أن نعطيه في مقابل هذه الوساطة
10 100 يورو 200 يورو نعطيه كذا، ليس من حق العامل هذا المسكين الذي دخل مثلك يشتغل مثلك وأنت تستثمره وتستغله، ما يجوز لك. بارك الله فيك. أما لو كان من باب الوساطة وذلك مما تجيزه الشركة في نظامها، تقول من أتانا بمجموعة من العمال نحن مستعدون أن نعطيه مبلغا كذا وكذا لأنه وفر لنا مجموعة من العاملين، لا بأس تعطيك الشركة. أما هذا العامل فلا يجوز أن تأخذ من حقه شيئا. بارك الله فيك. أي نعم. أختنا أم محمد تقول عندنا زوج بنتي، أي نعم، توفي زوجي ولا زارنا ولا عزانا ولا جعل يعني بنتي تأتي إلي لكي تزورني. طبعا هذا بدون شك هذه قيم أخلاقية لا يجوز مطلقا أن تكون بيننا. المسلمون متراحمون، ومن حق هذه المرأة أن يعزيها. التعزية ما هي؟ هي تسلية هذا الذي فقد، امرأة فقدت زوجها، رجل فقد ولده، فقد أباه، فقد أمه، فقد أخاه، فنذهب إليه نعزي أي نسلي، نطيب خاطره. ويضيف عليه أن ما يترك ابنتها أن تأتي إليها لتزورها. لكنني واثق يا أم محمد أن قلبك أكبر، أن قلبك أكبر منهم. فإذا يعني جاء وقت دعيت فيه لزيارة بنتك، اذهبي إليها زوريها واصبري، والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم مشي بعدين تفضل. نعم أم محمد. نعم السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم محمد من هولندا. يا أهلا يا أم محمد من هولندا. أبويا الله يرحمه مات وما عمل علي أنا وإخواتي العقيقة، نعملها إحنا ولا نعمل إيه مش عارفين. طيب خير إن شاء الله. الله يجزيك كل خير. منعم من المغرب تفضل. أيوة. يا منعم من المغرب. أنت عبد. السلام عليكم يا شيخ. سمي نفسك عبد المنعم. منعم من المغرب. طيب طيب تفضل هات سؤالك وقصر التلفزيون واسمعنا من الهاتف. تجار يا شيخ. نعم أنا يا شيخ درت له واحد الحديثة. أيوة وبغيت نعرف باش نكفر على ذيك الحديثة. ما عندنا ما والو غير أفكارك قدر الله وذاك شيء. طيب مات معك أحد؟ ما بغيت نعرف باش غنكفر على ذاك على ذاك 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 الدم. يعني كان أنت كنت تقود السيارة؟ بالسيارة وأنا ماشي. بس خليني أسألك يا أخي عبد المنعم، عندما كنت تقود السيارة كنت تقودها بسرعة نظامية؟ لا. زدت في السرعة. لا نظامية ما كان سرعة. ها؟ لا 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 يا شيخ لا. ما هي صورة نظامية؟ لا ما في سرعة. في سرعة. طيب إن شاء الله تسمع. لا لا. تسمع الإجابة.
أم محمد من هولندا تقول أبوها لم يعق عنها، فهل تعق عن نفسها؟ جاء عند كثير من العلماء أن الإنسان إذا لم يعق عنه أباه فإنه يجوز أن يعق عن نفسه، لأنه فداء للنفس، هذا عليه كثير من أهل العلم، فلا بأس. وإن كان الأصل فيها أن تكون من قبل الأب لابنه، لكن إذا كان الأب ما فعله وأراد الإنسان أن يفعلها نفسه، فعند كثير من أهل العلم أنه يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه. أخونا عبد المنعم من المغرب سألته قال أنا كنت في سرعة غير نظامية، إذن أنت عليك بسبب ذلك الدية والكفارة الأمران. الدية لا بد أن تدفعها لأهل المتوفى، والكفارة لا بد من أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين. عتق الرقبة الآن شبه مستحيل، فبقي عليك أن تصوم شهرين متتابعين. أحبابي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.